كيف تفحصين ثدييك؟ انظري إلى ثدييك، ثم تحسسي كل الثدي والإبط وصولاً إلى عظمة الترقوة. قد يساعدك استخدام اليدين المبللتين بالصابون أثناء الاستحمام أو الحمام في تسهيل الفحص. يمكنك أيضاً فحص ثدييك أمام المرآة. افحصي ثدييك أولاً وذراعاك بجانب جسمك، ثم ارفعيهما لأعلى. تذكري أن تكرري الفحص بانتظام لتتعرفي على شكل ثدييك وما الطبيعي بالنسبة لك، وانتبهي لأي تغيرات قد تطرأ عليهما. بادري بإبلاغ طبيبك العام فوراً عند ملاحظة أي تغيرات، ولا تتأخري عند حضور فحوصات الماموغرام الدورية إذا كان عمرك بين 50 و70 عاماً. إذا لاحظت أي تغيرات أو انتابك القلق فحسب، تحدثي إلى طبيبك العام وسيقدم لك أفضل نصيحة. تذكري، اكتشاف سرطان الثدي في وقت مبكر يزيد من فرص علاجه. اعرفي العلامات واخضعي للفحص. اكتشف السرطان مبكراً.